حيهم يلا حيهم يلا حيهم يا هلا حبيبي 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 مجون وصلت قبل قليل الفنانة الإماراتية أحلام والفنان ماجد المهندس إلى مطار البصرة الدولي، ومن المتوقع أن يحيي حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 المقامة في محافظة البصرة كل من الفنانين ماجد المهندس والإماراتية أحلام. وفيما لم تؤكد أي جهة رسمية تلك الأنباء حتى مع اقتراب موعد الحفل، إلا أن ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون ذلك، بل أشاروا إلى أن المهندس وأحلام لم يقبل تقاضي أي أجور مالية مقابل إحياء الحفل. وأشار بعض التقارير الصحفية إلى اتفاق الاتحاد العراقي لكرة القدم مع الفنانين ماجد المهندس وأحلام على الغناء في حفل الختام الذي يسبق المباراة النهائية للبطولة التي تجمع المنتخبين العراقي والعماني، وسيتولى الإعلام القطري محمد سعدون تقديم الحفل الختامي. وكان المهندس قد طرح قبل انطلاق بطولة خليجي 25 أغنية حماسية بعنوان بصراوي طلقانة يرحب بها بالوفود الخليجية القادمة إلى مدينة البصرة.